في الملعب ديالهم هنا يترد. اشرف حكيمي او اشرف حكيمي فعلا حكيم زياش لاعب تشيلسي، وهناك مؤشرات انه سيغير حل وجه صوبه ايطاليا الكالشيو الايطالي. تسريبات عندها هناك مفاوضات، محاوله المرور مع اشرف حكيمي، زياش تمريره هدف. هدف فعلا انصاري، اكيد هذا هدف غيعطي ثقه اكبر للمنتخب المغربي وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفتره بامارشفيلي. اعطت اشاره ديال تنفيذ ضربه الجزاء، ممنوع يدخل اي لاعب من اللاعبين داخل منطقه الجزاء، صعيب يقبضها رغم انه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعه باش كانت غادي الكره